ضمن سلسلة من البرامج التدريبية في المكلا، ورشة عمل عن انعكاسات المستجدات السياسية على القضية الجنوبية. الورشة نظمها مركز التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت. أمر بديهي أن تظهر هناك مستجدات في كافة الميادين، لا سيما وأن المجلس الانتقالي الجنوبي قد حقق كثير من المنجزات على الصعيد الأمني، على الصعيد الدولي، على الصعيد الدبلوماسي، على الصعيد السياسي، أيضا حتى على صعيد إعادة النظر في هيكلة مؤسسات المجلس الانتقالي، وهذه تعتبر أيضا من ضمن المتطلبات التي فرضها الواقع. نحن في هيئة الرئاسة دائما نؤمن بضرورة المشاركة وضرورة الشورى، والشورى عندما تكون من ذوي الاختصاص تكون في مكانها ومقامها. نتائج اتفاق ومشاورات الرياض والمخارج السياسية والقانونية للقضية الجنوبية، إلى جانب استعراض نضالات الشعب الجنوبي وجهود المجلس الانتقالي، عناوين لثلاث أوراق عمل قدمت خلال الورشة بحضور عدد من الأكاديميين والسياسيين والشبان. التفاعل كان إيجابي بين الأعضاء المشاركين، أبدوا الكثير من الملاحظات القيمة، طالبوا بإضافة بعض التوصيات التي بالأكيد في نهاية الورشة بيتم استيعابها وضمها. استفدنا من الورشة النقاط اللي كنا جاهلينها واستوعبناها الآن في حدودها المخصص لها في استثمار القضية الجنوبية. استفدت من ورشة العمل معلومات كثيرة، تم فيها مناقشات من بعض الدكاترة والأساتذة، وكانت معلومات كبيرة وقيمة واستفدت فيها كثير. ورش الحوار السياسي الجنوبي تهدف إلى توحيد صفوف قوى الثورة الجنوبية وتعزيز اللحمة الوطنية، إضافة لتشكيل رؤية وطنية من خلال الحوار لتنظيم وتوحيد الجبهة الداخلية الجنوبية السياسية والمدنية، أهداف يراد من خلالها الوصول إلى مخرجات من الحوار ووضعها في وثيقة موحدة متفق عليها. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.